السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو إخواني أخواتي غادي يكون فيديو بسيط، يعني عن طريقة كيفية إزالة الحظر على إخوان في قناتك على اليوتيوب. هي طريقة بسيطة وسهلة جدا، غادي نوريكم الطريقة في الفيديو. وبطبيعة الحال بغيت نحييكم ونقولكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على كل اخوان اخوات من المغرب، خارج المغرب، من جميع الدول العربيه بدون استثناء. كنبغيكم بزاف واحبكم جدا، وراكم هنا في القلب دائما، مكانكم غالي. يلا اخواني نوصلوا للحلم ديال 100,000 مشترك على قناه اليوتيوب. زعما تحقق هذا الحلم، بدات تحقق هذا الحلم، وان شاء الله حتى نتوما تحققوا الحلم ديالكم اخواني اخواتي. كيف ما قلت لكم، اللي ما مشتركش القناه يشترك في القناه، واللي ما دايرش اللايك يدير اللايك. ويلا بينا اخواني اخواتي، نشرح لكم الطريقه كيفاش تحيدوا الشخص بلوكيتي في قناتك وتحيدوا الحظر من قناتك. هي طريقه بسيطه جدا جدا جدا، كاين جوج طرق وما ابسطها. يلا نبداو على بركه الله. بطبيعه الحال لايك لايك بارتاج، شكرا على الدعم ديالكم، تحياتي لكم جميعا بدون استثناء. يلا ما نطولش الفيديو. السلام عليكم. السلام عليكم اخواني. اول شيء كندخلوا المتصفح ديال جوجل، وكنجيو الاستوديو يوتيوب. اخواني اخواتي كما كتلاحظوا، كننتظروا انه يفتح 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 معنا، انه يفتح معنا. كنمشيو اخواني اخواتي لتورس الاعدادات، يعني في اللغه الفرنسيه والانجليزيه كيكون على اليسار، باللغه العربيه على اليمين. كنمشيو على اليمين، كنمشيو على تورس الاعدادات، كنحسبوا 1 2 3 4 5، كنمشيو لا كوميونيتي. وهنا اخواني غادي نلقاو هنا المكان، هذه الفاضي هنا ديال المشرفين. انا قمت بحجز جميع المشرفين بكل صراحه من بعد نضيفهم هنا يا اخواني. هادوم الاشخاص المحظورين في قناتي، يعني هنا اخواني نذهب الى لا كوميونيتي عن طريق استوديو يوتيوب، ونقوم يعني مثلا سوف اقوم بفك الحظر على شخص ما، اقوم مثلا لا اعرف من هذه فاتي فلوغ، اقوم بفك الضغط عليها بالضغط على علامة في الدائرة اللي فيها في، وهكذا اقوم قمت بإزالة الأشخاص المحظورين في قناتي. وهناك أشخاص كثير محظورين يعني الأسباب ما كما تلاحظون، وأقوم بعمل حفظ بكل بساطة، يعني كما تلاحظون قمت بالحفظ وهكذا تم تسجيل الإعدادات. نقوم بالذهاب مرة ثانية إلى تورس الإعدادات، ونقوم بالعد 1 2 3 4 5 في لا كوميونيتي، نقوم بسحب الى الامام. هنا لي تيجيزاتور ماسكي، هنا الاشخاص الذين تم عمل لهم بلوك في قناتك وتود يعني حذف البلوك من اجل الكتابه في البث او التعليق على فيديوهاتك، لان في بعض الاخوان وبعض المشرفين يقومون بعمل حظر بدون قصد. فنقوم بازاله الشخص، ونقوم بعمليه حفظ بكل سهولة. نقوم بعمل حفظ، يعني هناك أشخاص أريد فعلا حذفهم من البلوك. من يعني سوف أختار هذا جيش الخير، ونقوم بعمل حفظ هكذا. وهذه هي الطريقة إخواني أخواتي، طريقة بسيطة جدا 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 جدا. هذه هي الطريقة، وتحياتي لكم. هنا مكان الفيديوهات، يعني إخواني أخواتي حينما نقوم بالدخول إلى مركز استوديو يوتيوب، نلاحظ مكان يعني الفيديوهات. هنا الفيديوهات، هنا البث المباشر، هنا المنتدى يعني المنشورات، وهنا الستوري. هذه الستوري لا تكون فقط القنوات لديها فوق 10,000 متابع، وأي معلومات تريدونها فيما يشمل استوديو يوتيوب سوف إخواني أخواتي أقوم بشرحها. كما تلاحظون إخواني، يجب أهم شيء إخواني، أهم شيء
مثلا سوف أقوم بالدخول إلى هذا الفيديو، يعني هذا فقط في سياق الشرح. إذا قمنا هنا إلى الإحصائيات، أهم نقطة يعني أهم شيء أن لا يهم عدد المشاهدات، لا يهم عدد، يعني هذا قبل 4 أيام قمت بوضع هذا الفيديو. أهم شيء يا إخواني، أهم شيء يعني أهم شيء في أهم شيء يا إخواني، نلاحظ هنا يعني معلومة بسيطة، سأريكم بعض الأشياء. يجب أن يكون الفيديو تبعك على الاقتراحات، وهذا شيء جميل أن هذا الفيديو يطلع في الاقتراحات بشكل جميل جدا يعني، والحمد لله يعني كما تلاحظون أغلب البحث عن طريق محركات البحث والبحث في اليوتيوب متصفح الاقتراحات في على الصفحات، وهنا تشاهدون أن الواتساب، الفيسبوك، اليوتيوب، يعني هذه هي بعض المعلومات. أتمنى لكم التوفيق وإلى